كانوا بيحصل. تعالوا نجرب، تعالوا نجرب يا جماعه. قلنا يا جماعه كده خط نجدة الطفل، ويا ريت يردوا يقولوا لنا الموضوع بيمشي ازاي، ونشوف. نتمنى يكون في آلية للكلام ده. عارف ليه يا احمد انا متاكده انه انه هيبقى في رد؟ لانه احنا خط نجدة الطفل. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا فندم. خط نجدة الطفل. خط نجدة الطفل مع حضرتك، اتفضل. طب حضرتك انا عايز ابلغ بس، عندي طفل صغير ابوه بيعذبه وبيضربه وبيبات في الشارع بقاله كام يوم، يعني ده نعمل معاه ايه؟ فين مكانه يا فندم؟ في القاهرة، في الدويقة. طب ممكن تقول لي العنوان التفصيلي لو سمحت؟ طيب احنا بقى حضرتك معاك برنامج المصري 360، وبنشكرك على الرد ده، ونتمنى ده يكون الرد الطبيعي. انت بقى على الهوا دلوقتي، قول لي ايه اللي بيحصل في واقعة زي دي؟ في يا فندم اخصائي تابع لخط النجدة بينزل يتوجه للطفل وبيتاكد ان هو يعني ملوش اهل او موجود في المكان ده بقاله فترة، تمام، وبيتم التعامل معاه بالاجراءات القانونية للايواء، سواء كان محضر او قرار بإيداع من النيابة، وبيتم ايداعه في احد دور الرعايه تبع لوزاره التضامن الاجتماعي او المؤسسات الايداعيه التابعه للدوله او احد الجمعيات الخاصه الشريكه او الجمعيات اللي احنا بنتعامل معاها في الايواء عامه. جميل. طيب هل النهارده يعني بيجي لك كم مكالمه كل يوم مثلا؟ عارف انا عدد المكالمات كتير. حضرتك بتتكلم على بلاغات الايواء ولا على البلاغات اللي بتيجي لخط النجده ككل؟ عامه خط النجده بيتلقى كم مكالمه؟ يا فندم يعني مش اقل من 500 مكالمه يوميا. وده السؤال بقى، بتقدروا تستوعبوا 500 شكوى ب 500 طفل؟ وهل لو طفل اللي اتصل بحضرتك هتقدر تتعامل معاه وتثق في كلامه؟ يا فندم التعامل مع كافه البلاغات، بمجرد ما بيتم تلقي اتصال سواء كان من اب او ام او اي احد المبلغين، او زي حضراتكم لو بتستفسروا عن اي معلومه بتخص الطفل او استشارات نفسيه، كل البلاغات بيتم التعامل معاها عن طريق التخصص بتاعه. سؤال، الاطفال حضرتك قلت انهم بيوزعوا على دور الرعايه مش كده؟ تمام. مين الجهه المسؤوله عن الرقابه على دور الرعايه؟ وزاره التضامن. وزاره التضامن الاجتماعي يا فندم. وحضراتكم بتقدروا تتابعوا مع هذه مع هؤلاء الاطفال بعد ما بيوصلوا لدور الرعايه، ولا دورك بينتهي بعد ما بتوصلوا وبعد كده دي بتبقى مسؤوليه شخص تاني؟ المسؤوليه يا فندم بتاعتنا ان احنا ناخد الطفل من الشارع، تمام، او من المكان، او لو في عنف اسري بيتعرض له بناخد الطفل من المكان اللي بيتم العثور عليه فيه او من المكان اللي هو بيتعرض للاذاء فيه، وبيتم ايداعه مع الدور اللي تبع لوزاره التضامن، وبناء عليه بيبقى المسؤوليه بعد كده عن الايواء بتبقى عن وزاره التضامن الاجتماعي، او لو المكان ده تابع لخط النجده بيبقى في متابعه من خط النجده نفسها. طب سؤالي الاخير لحضرتك، هل يعني معرفش عندك المعلومه ولا لا، هل في اليه لعقاب الاب ده؟ يعني لو واحد قال لك ابويا بيكويني بالنار، هل بتبلغ النيابه مثلا ويبقى في شق قانوني في الموضوع؟ اكيد طبعا يا فندم، في اكتر من حاله تم رصدها في الفتره الاخيره وكانت واخده يعني جانب اعلامي، وتم التعرض ليها في يعني الشرطه طبعا من الاماكن اللي احنا او من الجهات اللي احنا بنتعامل معاها في البلاغات، وزاره الداخليه، قطاع حقوق الانسان، وقطاع رعايه الاحداث برضو معانا، وان في خطابات بتتبعت للنائب العام والنائب العام برضو والنيابه العامه وكل الجهات المعنيه بالعقاب، سواء كان للاب او للام او لايا كان، لو صاحب عمل، لو مدرس في مدرسة، لو مدير، لو أيا كان الشخص المخطئ ده بيبقى في تعامل معاه بغض النظر عن كينونته. طب اخيرا هنشكر حضرتك، بس اديني الرقم بقى وانا هعمل لك دعايه. بص زي ما انت عايز يعني في سوشيال ميديا، هو مش ناقص دعايه. قول لي الرقم كام واحنا هنخلي لك ال 500 مكالمه بكره 5000. رقم ايه يا فندم؟ رقم 16000 يا جماعه. 16000 نجدة. 16000 يا فندم بخط نجدة الطفل. في ارقام اخرى ولا ده بس؟ في خط المشورة الأسرية برضه، خط تابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ده 16021، ده خاص بالمشاكل الأسرية أو المشاكل بين الزوجين أو يعني بعض الاستشارات الطبية. وفي خط الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 0800 3846، تمام، ده خط برضه. طب يا جماعة في الكنترول لو سمحتوا منزلوا لنا الأرقام دي طول الحلقة عشان نبقى عملنا حاجة إيجابية، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. احنا عايزين نشكرك جدا ونحييك، لأنه احنا فعلا احنا كنا عايزين نرصد إنه خط نجدة الطفل يا جماعة بينجد الطفل ولا لأ. احنا بنشكرك، بنكرر شكرنا ليك، وعايزين نقول للسادة المشاهدين إن دي مكالمة حقيقية، لا احنا متصلين بيهم قبل الهوا ولا متفقين معاهم، ولا كنا عايزين نقول برافو على حاجة ما بتحصلش. ده كنت ناويلهم على إيه لو ما ردوش؟ الحقيقة إنه لأ، إنه لما ناس بتعمل شغلها ده احنا لازم طبعا نقول لهم برافو وشكرا وكتر خيركم وربنا يقويكم، لانه 500 مكالمه في اليوم يعني 500 بلاغ، يعني 500 طفل في 500. لو احنا نحب نحكي يا جماعه ده هتلاقي الطفل بيتصل يحكي بالزبط. يعني احنا شعب حكاية يعني. ففعلا حاجه تفرح بقى، يعني خلونا نفرح انه في ناس بتشوف شغل.